احنا محلات شاكره للتكافل الاجتماعي اللي مرتبطه ايضا بالمؤسسه حسب حاجتكم. شو اللي احتاجيته؟ قلتلكم ثلاجه عندنا تنتهي. وتعبانه وكسره. المهم هاي جتكم ثلاجه بمكانها. مشكورين. محتاجين شفناكم الطباخ ايضا قلتوا لي طباخ بدال هذا الموجود. هذا هم طباخ اربع عيون وبالكهرباء وكل شيء. حياتكم انتم محتاجين بالشتاء هذا زدنا لكم العمليه الطلبيه من عندنا محلات شاكرين حطينا لكم زياده من الشفايات على مجرد الاطفال. الله يحفظك. احنا بس متوقعين على هذا. شو تقول لي للمتبرعين اللي تبرعوا لكم؟ شكرين. انا اقول مشكورين وميزاتهم على الله. الله يحفظك. ما يريدون منكم غير الدعاء، ما يريدون يعني اي شيء بالمقابل، سوى الدعاء. تذكروهم دائما بالدعاء ان شاء الله. المتبرعين من